أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تشالنج على راديو هواها بطريق خلال شهر رمضان المبارك تشالنج النهاردة هيكون بعنوان احذر فتنة المال خد بالك ربنا عز وجل جعل المال وسيلة وليس غاية فأنت في الدنيا ما خلقت إلا لتعبد ربك تبارك وتعالى فربنا عز وجل سخر لك المال كي تستخدمه في عبادته جل وعلا فعلشان خاطر النهارده تبقى الايه مقلوبه والمال يبقى في القلب وليس في اليد او تظن ان حياتك ما هي الا حياه مكرسه لجمع المال انا بقول لحضرتك استوب وده تشالنج النهاردة احذر فتنة المال كتير من الناس على فكرة بينشغلوا في دنياهم بجمع المال حتى اصبح المال فتنة بالغة داخل قلوبهم وعقولهم لا وللأسف الشديد من شدة الفتنة اللي ضربت جامعي الأموال دول إن هم ممكن يجمعوا المال من حلال أو من حرام ومش فارقة معاهم جه من حرام أهلا بيه جه من حلال أهلا بيه بل وأوصلتهم الفتنة ديا إن صاحب المال المفتون بجمعه أصبح إنسان متكبر وإنسان جواه عجب بالغ إنسان ناسي لحق الله تبارك وتعالى وناسي لربه تبارك وتعالى وده اللي ربنا قال في حقه إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى هو في حد عائل في الدنيا يستغني عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين. لا والله ما في عائل في الدنيا يستغني عن المولى تبارك وتعالى طرفة عين. لكن للأسف المفتون بالمال وبالجاه يظن وده ظن باطل طبعا. يظن انه استغنى فيبدأ الطغيان يتملكه والنهم ابدا لا يفارقه يعني إنت عارف إن طالب المال كشارب ماء البحر كلما ازداد شربة كلما ازداد عطشا وده من شدة ما هو عايش في الدنيا فقط لجمع المال وزيادته وطبعا بيبقى ناسي لربه تبارك وتعالي في كل يعني لحظات حياته ولا يطلع زكاة مال ولا يحسن إلى فقير ولا يتصدق على مسكين بل ويصبح عبد للدينار وعبد للدرهم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء ومعلوم ان دعوه المصطفى صلى الله عليه وسلم مستجابه فقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميله تعس عبد الخميصه تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش يعني دعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل واحد بيعبد المال او الدراهم او الدنانير او الحرير لا ده ذات كمان يعني من شده الدعاء عليهم انه قال في حقهم تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش يعني اي بلاء يصيبه حتى لو شكت ابره يا رب ما تصيبه ودي مشكله كبيره جدا لان معلوم ان دعوه النبي تاني بخرر لك مستجابه واذا نظرت في القران ستجد ان ربك تبارك وتعالى ضرب احسن القصص في القران عن كل شيء نافع لك إيمانيًا ودنيويًا وأخرويًا في طريقك إلى ربك تبارك وتعالى. ففي سورة القصص ربنا عز وجل طرح يعني قصة عظيمة لكل متدبر ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ألا وهي قصة هارون. فقال ربنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قارون كان من قوم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام ولكن قارون للاسف الشديد تملكه الكبر والاستطاله على قومه وده من شدة ما ربنا يعني اداله من النعم واداله كنوز وفلوس ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كان مفاتيح الكنوز بتاعته بس يعني كتير من الرجالة ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بس فما بالك الكنوز نفسها كانت عاملة ازاي وده هنا الفيصل معانا اللي احنا عايزين ناخد منه العبرة إن ربنا آتاه مال وآتاه كنوز ولكن للأسف الشديد قارون ما شكر بل جحد لدرجة إن يعني أولو العلم من قومه نصحوه قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أنت النهارده ربنا أعطاك كنوز عظيمة بس دي دنيا فانت ليه منشغل بزخارف الدنيا ومشغول بالزخرف الدنيوي ده عن شكر المنعم وعن شكر ربك تبارك وتعالى بل للأسف الشديد قاعد فرحان بالفلوس اللي انت ربنا ادهالك في الدنيا وما بتستغلش منها يعني تعريفة واحدة في اعمار اخرتك وده حال كتير من الناس النهارده انه متصور انه مخلد في الدنيا وهي دي المشكله اللي اهل العلم لفتوا انتباه قارون اليها يعني هم نصحوا وقالوا له ما تفرحش بزخارف الدنيا لان الخلود الحقيقي في الاخره فنصحوه وقالوا له لا تفرح دي دنيا اوعى تعصي ربك تبارك وتعالى فيها او تخلي انشغالك بفتنة المال ينسيك انك حتقابل وجه رب كريم ولو بعد حين ان الله لا يحب الفرحين وهنا المقصود بالفرحين اللي هم الناس اللي فرحانين بالدنيا ومش متصورين ان في اخره بل وزاد يعني من نصح العلماء لي وقالوله له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني هو معنى ان انت ربنا اداك مال في الدنيا ان انت برضو ما تفرحش بيه ولا انك تلبس كويس ولا انك يعني توسع على نفسك ولا اهل بيتك لا طبعا مين قال كده هو كل ما في الامر انك تبقى موزع جيد للحقوق تطلع حق ربك تبارك وتعالى وتاخد حقك انت كمان في الدنيا وتفرح وتنبسط لان ربنا عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغى الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين للأسف الشديد كان رد قارون قال إنما أوتيته على علم عندي شوف بقى فساد الظن وفساد العقيدة وفساد العلم للأسف الشديد هو كان بيعتقد بقلبه إن الفلوس اللي جات له دي أو الكنوز اللي جات له دي دي بمهارته وبذكائه وبفهلوته فقدر ان هو يحصل المال ده وغيره ما قدرش ان هو يحصله لانه اذكى منهم وامهر منهم الى اخر للاسف الشديد يعني المعتقدات الزائفه الكاذبه اللي بتدمر القلب وبتدمر للاسف يعني المعتقد وبتدمر علاقتك بربك تبارك وتعالى اوعى إيه تنسى في يوم من الايام انك سبب فقط خدت بالاسباب وربنا اراد انه ينعم عليك بعظيم النعم اما الرزق اللي مكتوب لك ده ولا بشطارتك ولا بفطنتك ولا بذكائك لا والله هي مجرد اسباب انت اخذت بالاسباب فقط فربنا عز وجل اراد انه يكرمك وينعم عليك والا فاحنا شفنا على فكره مشاريع عملاقه للغايه وربنا عز وجل اراد انها ما تكسبش مع ان على فكره مصروف عليها ملايين ومع ذلك ربنا اراد ان هي ما تكسبش فطلع موضوع الفطنة والذكاء والكلام ده على جنب دلوقتي مش معنى كده ان انا بقولك ما تاخدش بالاسباب لا طبعا خد بالاسباب ولكن فعل عبادة التوكل على الله تبارك وتعالى بجانب الاخذ بالاسباب اذا كان الرزق اللي هيجيلك ده مال وفير فيه خير ليك ربنا هيكتبه لك اذا كان فيه شر ربنا هيصرفه عنك طب لو جالي المال الوفير دون يحسن استغلاله طب لو ما جليش المال الوفير دون عادي خليك شاكر لربك تبارك وتعالى لعل وعسى يكون الفقر هو عين الخير ليك وانت لا تدري وعامه في كل الاحوال المذكوره دي كن عبدا لله انت لا عبد دينار ولا عبد درهم ولا عبد مال ولا عبد دنيا أنت عبد لله فقط فاحذر من فتنة المال واجتهد إنك تتخطي التشالنج ده بفكر إيماني رائق ، واشوفكم الحلقة اللي جاية علي كل خير يا رب مع تشالنج جديد والسلام عليكم